السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا جزيلا. الله يكرمك. أهلا مين حبيب أنا. حسب الطلب. هذا الأخ اليوم قال لي بالمعص. شو بحط له المكان إذا قال لي بالمعص؟ هذا قال من الشيخ و. لا. في ناس كل واحد. بس أنا ما يبغى في ضمنه. هلا أنا قلت لك من بكرة لك من تحت خلاص. كل اللي برا كفار لا انا عم بمزح لا تعرف انا يعني. لانه بقول لك ما تمزح معك ايه مضبوط المزح هيدا معك بس ما محدد ناس او اذا ما حددت ما في اسم يعني هلا انا كنت بدي اسالك شغله قريت امبارح جمله انه الله سبحانه وتعالى لا يوصف بصفاته بل صفاته توصف به كيف هيك مظبوط ولا بالعكس هيك قريت الله ذات موصوف بالصفات ايه لا هي هو ولا هي غيره هذا بلاد ايه بس انا لا يقال الله قدره الله قوه الله سمع الله بصر الله موصوف بالقدره والقوه والسمع والبصر والاراده ايه الله ذات موصوف بالصفات الله ذات الله لا يوجد ذات المخلوقين وصفات الله لا يوجد اللي حافظه ماني فهمان اللي حافظه انت بتكرر لي عليه كرة واني ما بفهم شو استفدنا يعني اذا قررت ما بدنا نقول نقطة نقطة انا عم بقرا جملة انه الله سبحانه وتعالى لا يوصف بصفاته بل صفاته توصف به هيدا الحكي مظبوط لا هيك هلا مظبوط غير صحيح طيب شو معناتها هيدا الجملة شو معناتها؟ قلت لك اياها انا معناتها انه ربنا سبحانه وتعالى ذات شيء الله شيء يعني موجود شيء معناه موجود طيب موصوف بصفات موصوف بصفات هذه الصفات ما بتشبه صفاته هذه يعني الله موصوف صفاته ما بتشبه صفاته الله موصوف بالسمع والبشر موصوف بالسمع لكن سمع الله من مثل ما سمع البشر سمع الله ليس بأذن ولا آلة أخرى وذلك أزلي أبدي يعني معناتها مضبوطة الجملة اللي قريتها إنه صفات الله إنه الله لا يوصف بصفاته وصفاته توصف به عملك كل هيك فهمان هلا الفهم اللي عندك أنت مضبوط أما هو العبارة مش بهيك ما هيك بتنعرف باللغة العربية يعني أو بالصلاح صراحة على ما يدين بقولوا صفات الله لا هي هو ولا هو هي ولا هي غيره ولا هي غيره يعني الله موصوف بصفات هذه الصفات مش هو مش هي ليست هي لا هو ليست يعني هي ليست هي هو ولا ليست هي له لا هو ليس موصوف بها موصوف بها لكن الله لا يقال انه قوة لا يقال الله القوة الله سميع يقال سميع سميع بصير ايه بمعنى انه موصوف بالسمع موصوف بالبصر لانه وارد في القرآن وهو السميع البصير اما لا يقال الله سمع الله بصر الله قوة الله موصوف بالسمع بالقوة والإرادة هذا المعنى to Edmonton South Side, then down our residential alley, Machina said was heard.
تابع عن الولايات النبي. نعم شدة شدة تابع عن بيت عيد من وليد باجة من الوسط. في باجة هم أصلهم من وليد باجة. هاي دي وليد باجة شو أصلها بربر ولا؟ ليش عم تحكي عن شو بهم بتعيد؟ شو عم تحكي عن عم يسأل الزلمة إنه هادي بربر ولا عرب بلوار؟ عم يسأل إنه عرب ولا بلوار؟ فيها شيء سؤال ما بتونس ما في بربر يا أخي؟ في بربر. طيب باجة باجة فيها بربر؟ ما زرتش باجة. ما زرتش باجة. بيت عياد على علمك من باجة. من باجة. إيه خلص في بربر. نحن بني عياد معروفين عرب. اخي عرب اكحاح. هلا شو قصة فارس بني عياد هذا؟ ما له قصة هو بلا فارس بني عياد، من بني عياد هذا كان بطل العرب الصامد. الزمن؟ بطل العرب الصامد كان يقود الحروب. فارس بني عياد. كان مثل وقتها كان يغير على بقية القبائل يغزيها ويعتدي على اعراض الناس وياخذ مصاريف الناس. شوف يفكر يعني شعب انت يعني فين بدي احكي؟ بدنا واحد شهم انا يا اخي ما في واحد يحكي عليكم انتم لا شكل عما بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. صحيح إن أكرمكم عند الله يتقاكم. طب يا أحلى من الله تتكلم كثير من الله سطين الفريساء ليه قام سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر قالوا للأنصار هذا الأمر لا يخلو من قريش على الخلافة. لا الجبالة تبعتوني بدي اعمل خلافة راندي سادسي. هو من وين هذا؟ هو هذا من باجة. صرح بصريح انه بدي اعمل خلافة راندي سادسي. الخلافة الرابعة الأربعة ومعور بن عبد العزيز الخامس الله يرضى عنه والسادس الجبالة اللي بيعمل قهوة ليه بتونس الدنيا بدل ما قعدوا بعض. طب قالي لي كمان هلا هم ولا شارع بكيفيه هلا واقفة يعني عم حكي عليك كيفيه هو عم بيقولها باجتماع للحزب بيقولوا فيها هن سجلوا لي اياها سجلوا لي اياها هو قافل هو قافل ما وقتها ما وقتها عنا بلبنان كمان نفس الشيء وقتها قصد التعليق كمان طلعت التعليق وقفة اه نفس الشيء لا عاملين خلافة عنده حسب التحرير في خلافة؟ عندهم خليفة ايه طبعا مصير وخليفة عليهم اه يعني امير مؤمنين عليهم ايه ما هو بيعتبروه هذا امير مؤمنين على العالم كله تمام؟ ايه بس انت منك مبايعه يعني عنده هم شو بيعملوا ومن مات وليس في عنقه ضيعة مات ميتة الجاهلية معناتها هن يعني لازم يتبايعوا لإله بدك تبايعه وقال لك يقطعوا لك راسك لما بيقدروا يقطعوا لك راسك حلو وإذا ما بدي بايعه هو بتعرف هلا هذا هن بيعتبروه هن انه انت ما بجوز انك هلا شو معنى لما واحد بحطه خليفه ما بجوز معناتها تطلع عنه الا اذا كفر كفرا واحد طب يعني ما بعرفه كيف بدي لا هذا منطق يكون فيه ما هذا يعني ما بعرفه كيف بدي احكم عليه لا 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 بصلي معه لا صايم معه لا بعرفه العالم بعد ما هذا ما بتعرف الدين بالمره في منه ايه وعلى اول نصر خليفه قاعد جبل الريوان باي منطقه ايه وعلى هلا شو عم بده يجي يحكوا عن خليفه على طب ما بدي طب كيف بدي بايعه بدون ما اعرفه؟ حطه على الفيسبوك طيب على اللي ما عم تشوفه طب ايه حطه على الفيسبوك بحطه؟ ما بحطه طب
عنده الموقع دخلك الالكتروني؟ عنده الموقع الالكتروني؟ جالي جالي واحد طنز عنده نفس الحكاية. هلا قريبا جدا حتيجي الكتاب. من هو يعني هذا؟ لأنه من جامعة هذا شو اسمه حزب التحرير. شو أول شيء قبل ما يظهر المهدى تطلع على الخلافة. الخلافة قبل المهدى؟ هو وبعدين لما تطلع الخلافة شو بصير؟ اللي بيجي على يظهر المهدي وبيطلع على 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 المهدي الخليفة الثاني يعني الإمام المهدي بده يبيع الخليفة تبع عبد التحرير؟ ما بعرف في هني صدق فيها سألوا فيها هني يمكن إنه هو هذاك لما بيجي رجع بيبيعه فبيبيعوا العالم كلها بتبيعوا للمهدي. طب هو بيقولوا بيظهر المسيح كمان المسيح ببيع خليفة التحرير؟ المسيح الدجال يصلي وراء مين؟ المسيح يصلي وراء الإمام. المسيح يصلي وراء سيدي. طالما أنت طالما أنت يا أخي الكريم تعرف. طيب والخليفة هذا شو بده يكون موجود؟ اللي بيقولوا عنه هذا عن التحرير؟ أنا لا أنا أنت تؤمن إنه في ظهور للإمام المهدي؟ طبعا يا أخي الكريم في زمن غير أخي الكريم أنت تعتبر إنه الإمام المهدي الآن حي طيب ولا رد يولد؟ الإمام المهدي أنا ما أعتبر إنه هو حي. تعتبر أنه حي بارك الله يعني حي موجود الآن حي موجود بس إنه هو في الغيبة بس هو في الغيبة الكبرى وسيظهر إن شاء الله بالضبط زي الإمام زي سيدنا نوح زي سيدنا نوح سيدنا نوح تبع الفوق ولا سيدنا نوح اللي سيدنا نوح النبي النبي اللي طلع بالباخرة سيدنا نوح مات لكن صارت غيبة صارت غيبة لنوح صارت غيبة كم سنة من عشر بالضبط كم سنة من عشر تبش عاش يعني عاش فوق 30 سنة مذكورة في القرآن إنه صار غيبة؟ ماني مش متذكر إيه بالضبط ما نعرف فيه. طب وبعدين ظهر والإمام المهدي هي. طيب لما يظهر وبعدين يشوف بصير في عدل ولا بتقول لي يعني؟ نعم. يعني بس يظهر الإمام المهدي بصير في حكم عدل؟ هتكلم بصير في عدل. خليها نفهم بصير في عدل. إيه؟ وسنملا الارض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. يعني على زمان الامام المهدي قبل القيامه قبل ما تقوم القيامه يعني بنلحق انه عصر عدل و ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه يعني هو المستضعف في الارض بالضبط مستضعفين وقداش بتضل هاي المدة قبل القيامة؟ ما عندك حتى فكرة ما عندك شيء فكر يتزوج ويأكل ويشرب ويعيش مثل الناس هو محجب على تعلمه نجم يكون موجود يعني نجم يكون يعمل كل هو محجب في أي حج في أي مصلحة حجه موجود في مكان لكن محجب على أعينه أنا بعرف بس هو كإنسان عايش يعني مثل ما نحن يعني متزوج يأكل يشرب يروح يأتي على السوق